كانت واجده اليوم في برج النعام فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة. هذا البرج هذا معلمة تاريخية اللي كان كيمثل من أهم تحصينات مدينة طنجة اللي التاريخ ديالها كيعود في العصر الوسيط. وقد عرف هذا البرج عدة تعزيزات خلال فترات زمنية مختلفة، فترة الاحتلال البرتغالي وفترة الاحتلال الإنجليزي وبعد ذلك فترة في عصر السلاطين العلويين. هذا البرج هذا من بعد كان رجع كفضاء لدار الخيرية كخيرية دار خيرية، ومن بعد في واحد الفترة الزمنية عرف إهمال وبقى في واحد الحالة مزرية في واحد المدة زمنية طويلة. من بعد دخلت لصبت شركة إعادة توظيف منطقة المينائية في ترميم هذا البرج المعلمة التاريخية اللي في إطار برنامج إعادة تثمين وتأهيل مدينة العتيقة برنامج 2020-2024. خرطت لصبت في هذه الديناميكية الواعدة بحيث قامت بترميم هذا البرج وعدة أبراج وأسوار المدينة والأبواب اللي عرفوا دابا حاليا صباح هذا البرج هذا اللي تم تأهيله وترميمه صباح فضاء لعرض ذاكرة ابن بطوطة الرحالة العالمي ذات الصيت الدولي، الرجل المستكشف ورجل سياسي ورجل دين وشخصية عظيمة اللي يستاهل تكريمه في هذا الفضاء. هذا الفضاء أصبح اليوم فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة الرحالة العالمي اللي كيتكون هذا الفضاء المساحة الإجمالية ديالو حوالي 2600 متر اللي كتكون بعد القاعات المغطاة قاعة العرض وشرفة تطل على البحر وبناية اللي كانت في العهد في القرن 19 في العهد مولى السلطان مولاي الحسن الأول. هذه البناية هذه اللي عادي الصباح إن شاء الله كمقهى ومطعم قريبا كتطل على البحر. هذا الفضاء هذا كيتضمن عدة قاعات مغلقة عبارة عن طبق سفلي وطبق علوي في تقريبا أكثر من 10 قاعات. كل قاعة اللي تيماتيك ديالهم كتحكي على ذاكرة ابن بطوطة اللي كاين في السياق السياسي للدولة المارينية في المغرب وبعد الأثار ديال الدولة المارينية في بليونش والقصر الصغير، وقاعة اللي مخصصة اللي السيرة الذاتية لابن بطوطة والخرائط التي تبين رحلات ابن بطوطة الثلاث والذي قامت طبعا تحل ابن بطوطة كيف ما كنعرفوا مدة زمنية للسفر كانت قدامت 29 سنة اللي قطع فيها هذه المدة الزمنية أكثر من 100,000 كيلومتر واللي زار فيها تقريبا 38 دولة. كذلك خصصنا واحد القاعة اللي هي كتعرض واحد العرض زمني ديال السفر الثالث ديال ابن بطوطة، الرحلة الثالث لابن بطوطة اللي الرحلة الأولى اللي كان الغرض منها السفر ديالو كان انطلاقة الرحلة ديالو من طنجة من 1325 كان الغرض ديالو لقضاء فريضة الحج متوجها إلى مكة المكرمة، وكان واجه في الطريق ديالو الحروب وكانت تأجلت مناسك الحج ديالو للسنة المقبلة. ابن بطوطة كان التقى بشخصيات عديمة شخصيات سياسية وإمبراطورات اللي سادت في القرن الرابع عشر اللي كان التقى تقريبا من أكثر من 1000 شخصية وكان اشتغل مهامات كثيرة كما سبق الذكر كسفير ودولي كان وكذلك اشتغل مهام قاضي وعد قاعات أخرى اللي عندنا كذلك اللي كتبين وسائل النقل البري والوسائل النقل البحري اللي كانت يستخدمها ابن بطوطة في ذاك الوقت في القرن الرابع عشر والوسائل كذلك اللي الملاحة الوسائل قياس الاتجاهات والزوايا وكاش ساعات شمسية كذلك والأسترولاب عدة وسائل اللي كتعرض في هذا الفضاء هذا. وكذلك بعد المعروضات اللي عندنا اللي كتبين الأغراض اللي كان كيستعملها ابن بطوطة في السفر دياله وبعد الوسائل بالمبادلات التجارية اللي كانت كتبادل في هذه الحقبة
المنظم، وكذلك بعض القطع النقدية في الدولة المارينية القرن الرابع عشر، كذلك معروضين اللي هي من مجموعة كوليكسيون بنك المغرب اللي كنشكرهم تاعهم كذلك، وبعض الكتب ديال فونداسيون عبد الهادي التاجي، كذلك بعض اللباس اللي كان كيستعملهم ابن بطوطة في القرن الرابع عشر، كما سبق الذكر كذلك الوسائل النقل والسرج المغربي واللي كيبين جمالية السرج المغربي والصناعة التقليدية اللي هي طبعا عبر عصور قديمة اللي من القرن الرابع عشر إلى حد الساعة. إلى جانب اللي سبق الذكر بأن أرمسترونغ كان متواجدين ست مدافع في طنجة، اللي هما كاينين متواجدين جوج في برج النعام وجوج في برج دار البارود وجوج في برج الحجوي، اللي يصل الوزن ديالهم إلى تقريبا 20 طن، وهما بريطاني الصنع، بريطاني الصنع للشركة نيوكاستل. في هذا الفضاء في حلته الجديدة سيساهم في إغناء العرض الثقافي والسياحي لمدينة طنجة على الصعيد الوطني والدولي وتسمية صورة التاريخ للمدينة. وننهي بمناسبة شهر رمضان الفضيل العظيم، نذكر زوارنا أن توقيت الزيارة من 10 صباحا إلى 5 مساء ومغلق يوم الاثنين. فمرحبا بكم زوارنا الكرام لاستكشاف المعلمة التاريخية وذاكرة ابن بطوطة.